وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد غادر العاصمة الرياض عقب انتهاء أعمال القمة الرابعة العربية اللاتينية، والتي التقى خلالها عددا من رؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خلال مشاركته في أعمال القمة للتأكيد على التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة والعالم. مرحلة جديدة من علاقات الدول العربية مع أمريكا الجنوبية بدأتها الدورة الرابعة للقمة العربية اللاتينية المنعقدة بالرياض بمشاركة ممثلين عن 34 دولة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي استقبل الرئيس السيسي عقب وصوله إلى الرياض استقبالا حافلا كان مؤشر على نفي كل ما يتردد في وسائل الإعلام حول خلاف بين القاهرة والرياض. كما اجتمع الزعيمان لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية التي تربط مصر بالمملكة، فضلا عن مناقشة الوضع في المنطقة والتطورات في سوريا وليبيا واليمن. وعلى هامش القمة التقى السيسي برئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية وتطلعها إلى أن تسود روح التوافق بين القوى اللبنانية بما يحفظ أمن واستقرار لبنان. وفي كلمته أمام القمة العربية التي أكد السيسي على ضرورة التعاون مع دول الجنوب، متمنيا أن يكون الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى لإطلاق مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، لافتا إلى أن مصر تشهد انطلاقة اقتصادية جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية، داعيا الدول اللاتينية إلى الاستثمار في السوق المصري. وأضاف السيسي خلال كلمته أن تحقيق الأمن والاستقرار أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية التي تسعى إلى تسوية الأزمات القائمة في الدول العربية والحفاظ على وحدة أراضيها. كما ذكر السيسي أن المنطقة العربية تشهد تطورات غير مسبوقة، فضلا عن تعرض دول المنطقة لتهديدات من الجماعات المتطرفة التي تستغل جهل الشباب لتضليلهم واستقطابهم إليها، مؤكدا على ضرورة منح الأمل للشباب واستثمار طاقتهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.